مرحبا واهلا فيكم. الحقيقة نحن بلشنا نلاحظ يعني بالقناة تغيرات تطرأ على الجيش السوري من أشهر. يعني التواجد الروسي هو عمره سنوات، كان التعاون الروسي مع الجيش السوري محصور ببعض الفرق يلي هي اللي تحت أمرة الجيش الروسي بشكل مباشر، كان يصير في مشاريع مشتركة غالبا في المنطقة الوسطى، أحيانا في المنطقة الساحلية إذا كان يعني مشروع بحري، ولكن النفوذ اقتصر في تلك المناطق، لم يعني يصل هذا النفوذ إلى دمشق. هذا الموضوع تغير بعد تعيين رئيس أركان وزير الدفاع الجديد. منذ أشهر بلشنا نشوف أنه في نشاط عسكري روسي باتجاه دمشق. هلا كان يعني الحدث البارز فجأة أنه شفنا في مشروع مشترك بين القوات الروسية، أو على الأقل كان في قائد القوات الروسية موجود ومتصدر المشهد في المنصة، وإلى جانبه ماهر الأسد في مشروع مشترك للفرقة الرابعة. حكينا وقتها بدلالات الموضوع بتسجيل منفصل وكان حدث غير اعتيادي. اليوم بتكمل الأمور، منشوف في مشروع مشترك بين القوات الروسية والحرس الجمهوري. طبعا الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة يعني هدول كانوا نوع من الأساطير بالنسبة للسوريين، يعني بيتم يعني الكلام عنهم بالهمس وما حدا بيعرف عنهم شيء ولا حدا شافهم بحياته. أنه يصيروا يطلعوا على التلفزيون وينفذوا مشاريع بهذه الطريقة يلي فيها نوع من الإهانة، يعني لا شك أنه يكون يعني متصدر المشهد ضابط روسي في هذه الفرق يلي تعتبر سيادية. الحرس الجمهوري يعتبر هو السوار الحديدي للنظام السوري، فوالله مشروع ينفذ للحرس الجمهوري وضابط روسي اللي هو قائد القوات الروسية في سوريا قاعد متصدر المشهد وضباط الحرس الجمهوري على يمينه وعلى يساره، فهذا أيضا إشارة لازم نتوقف عندها. هلأ الحقيقة من ناحية العملية يعني هذه التدريبات والمشاريع ما راح تضيف أي قيمة للجيش السوري أساسا، يعني نحن وهذا الموضوع اكتشفناه، هو جيش مانو يعني مؤسس ومجهز لمواجهة عدو خارجي، وكل هذه المشاريع تفترض وجود عدو خارجي، وإذا كان بدنا نعطي قيمة مضافة أكيد مو من خلال الجيش الروسي والقيادات الروسية يلي اليوم يتم اختبارها في أوكرانيا وكانت نتائجها مخيبة للأمل. على العكس تماما، يعني وظيفة الجيش المعروفة يلي هي حماية النظام وتشكيل قوة ردع وترهيب للسكان في سوريا، من خلال هذه المقاطع تضعف الجيش السوري، لأن يبدو قادة الجيش التقليديين والضباط السوريين أصبحوا أسرى لروسيا وللضباط الروسي. يعني حتى روسيا معينة في أو أعطته رتبة لقائد القوات الروسية عماد أول، يعني فينا نعتبر هو أعلى رتبة عسكرية موجودة في سوريا، ويبدو أنه كل الجيش السوري بما في هذه الفرق أو هذه التشكيلات الخاصة أصبحت تحت أمرته. هلا اللي بيعزز هل يعني السيناريو هذا إذا صح التعبير هو غياب يعني القائد العام للجيش والقوات المسلحة عن الصورة تماما. يعني أنا بتذكر آخر ظهور له من سنة تقريبا مثل الوقت، وأتحضر بتخريج دورة أركان لضباط الجيش السوري، وانتهى أصبح يعني انتهى وجوده العسكري، ما عاد شفناه أبدا بصفة أو في مناسبة عسكرية. هو يأخذ مهام، هذا اللي عم نشوفه خلال عام، مهام رئيس مجلس وزراء أو وزير، يعني كل مهامه هي تشريفية، هي عبارة عن افتتاح وتدشين وإلى آخره. باليوم اللي عم نحكي فيه نحن عن المشروع العسكري مع الحرس الجمهوري، كان باليوم الثاني هو عم بيفتتح أو عم بيزور معمل غاز لإطلاق مرحلة من مراحل تشغيله في المنطقة الوسطى، بتوقع حتى هذا المعمل هو روسي بالنهاية. فيعني هو شفناه بحلب لمشروع إيراني لمشروع روسي، هو أصبح كشخصية شرفية، يعني حتى في المشاريع العسكرية حضوره فقط من خلال بعض الصور بيقول لك بتوجيه من الرئيس الأسد، وآخر شيء بيهتفوا له بالروح بالدم بدون ما يحطوا الصوت، وهذا الموضوع حكيت عليه أكثر مرة، صاروا يغيبوا صوت الهتافات لبشار الأسد ويحطوا حتى في أحيانا نوع من الدبلجة على هذه الهتافات لسوريا، يعني بيحطوا صوت هتاف لسوريا على الصوت الحقيقي الموجود في التسجيلات يلي هو لبشار الأسد. هلا في ناس ممكن يقولوا انه يعني انت ليش مهتم كتير بهالموضوع، يعني حضروا الروس ولا ما حضروا الروس، ويعني هذا الموضوع يعني ما كتير بيهمنا.
الحقيقة هو طبعا التدخل الروسي والسيطرة على الجيش السوري كانت يعني واضحة، ولكن احنا عم نحكي بالسيطرة على قوات النخبة يلي هي مناط فيها حماية النظام وحماية دمشق يلي هي مركز الحكم. انا بدي اذكر شوي، ارجع بالتاريخ، انه اساس حكم عائلة الاسد في سوريا هو الجيش، هو العسكر وليس الامن مثل ما بيظن البعض. الامن هو زراعة تنفيذية، هي اداة للترهيب، ولكن اساس قوة عائلة الاسد وبقائهم في السلطة كل هذه الفترة هو الجيش، هو العسكر. فتجريدهم من الجيش يعني تجريدهم من السلطة. هلا اللي عم نشوفه اليوم انه في قضم لهذه السيطرة على الجيش شيئا فشيئا، لتوصل الامور الى دمشق والى يعني تشكيلات النخب يلي منوط فيها عبر العقود الماضية كلها حماية النظام وحماية رأس النظام. اليوم عم نشوف انه هي اصبحت في ايادي روسية، او اصبحت هجينة، ما ضلت كتلة مصمتة ما بنعرف عنها شيء من الداخل، لا، صار في شريك في هذه القيادات، صار في شريك في هذه التشكيلات التي يعني يسند إليها تماما حماية النظام وأركان النظام وحكم عائلة الأسد في سوريا، دخل فيها عنصر روسي وأصبح على رأس هذه التشكيلات مثل ما شفنا بالصورة. طبعا هون في لازم نميز بين حضور قائد القوات الروسية في مشروع ماهر الأسد وفي هذا المشروع. في مشروع ماهر الأسد كان حضوره سوري بتوقع، ولكن هو لتأكيد السيطرة أو رغبة روسيا في السيطرة على هذا أو هذا التشكيل اللي هو فرقة ماهر الأسد، أنا بتوقع راح يكون في مشكلة كبيرة في السيطرة عليه. وأنا برجع بكرر هذه الفكرة اللي قلتها مرة بالتسجيل السابق، أنه ممكن يعني إذا كان في أي احتمال أنه بشار الأسد يتجاوب مع يعني متطلبات الدولية وموضوع التغيير السياسي وأنه يصير في انتقال للسلطة، ماهر الأسد لا يمكن أنه يمشي في هذا الطريق، يعني راح يحارب حتى الرمق الأخير. وبالتالي كان حضوره يعني ملفت، كان واضح الانزعاج عليه من هذيك المرة. بهذا المشروع الموضوع مختلف، بقي الضابط الروسي على كامل وقت المشروع، ويعني استمع لكل المتحدثين بما فيهم وزير الدفاع، وكان في حضور روسي واضح في المشاركة، سواء بالمشاهد اللي شفناها على الأرض أو حتى بصياغة التقرير التلفزيوني اللي عرض كمرافق لهذا التسجيل المصور اللي عرض على موقع وزارة الدفاع ووسائل الإعلام الرسمية. بالنهاية اللي بدي أقوله أنه هذا اللي عم بيصير ما هو عادي، هذا مؤشرات هامة أنه النظام بدأ يفقد السيطرة على الأساس يلي يعني يعتمد عليه في حكمه بسوريا منذ 50 عاما. أصبح لديه شريك، هذا الشريك صديق مصديق، ولكن أصبح له شريك. هذا الشريك أنا بتوقع اليوم له الحصة الأكبر، راح الحصة تزيد يوم بعد يوم، ما بنعرف كيف هو راح يستخدم سلطته ونفوذه داخل هذا أو في هذا المحور الأساسي الذي يثبت النظام منذ عقود طويلة مثل ما قلت. في المستقبل قد ينقلب على النظام في يوم الأيام. المهم أنه النظام يلي بنعرفه اليوم ما ظل هو الوحيد المتحكم في الأمور، أصبح له شريك، والأمور أصبحت مناطة بكيف يتصرف هذا الشريك حتى يغير من مصير هذا النظام في المستقبل. بدي أرجع أذكر بأنه تشوفوا بعض الأخبار المهمة يلي عم ناخدها من موقع سيريا نيوز من خلال تطوير خدمتنا الإعلامية، وطبعا في كتير من الأمور اللي راح أطلعكم عليها أول بأول ما كنا بنحسب نعملها لولا دعمكم للقناة، سواء من خلال اشتراك أو من خلال خدمة الثانكس أو حتى مشاركة المحتوى، اللايك، الاشتراك في القناة، وأهم شيء المتابعة. شكرا لكم وإلى اللقاء في تسجيل قريب. استهدف هجوم جوي إسرائيلي من جديد نقاطا في محيط مدينة دمشق، وهو الهجوم الثالث من نوعه في أقل من أسبوع. زار الرئيس بشار الأسد اليوم الخميس معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى للمشاركة في إطلاق المرحلة الأولى من مشروع يهدف لزيادة الإنتاج بنحو 500,000 متر مكعب من الغاز يومياً. أعلنت وزارة الاقتصاد عن وصول شحنة حليب أطفال إلى ميناء اللاذقية، حيث تعاني الأسواق من نقص في المادة. وأكد مدير مؤسسة التجارة الخارجية لصحيفة الوطن إن الشحنتين وصلتا الميناء، وخلال فترة بسيطة ستحل أزمة نقص حليب الأطفال في الصيدليات على حد تعبيره.